بالنسبة للرقبة هيكون عندنا الرقبة الضاني قطعناها 4 قطع مع بعض، 2 معلقة كبيرة زيت زيتون، 1 بصلة مفرومة خشن، 2 معلقة كبيرة صلصة طماطم، 1 لتر مرقة ضاني، 3 فصوص ثوم، 1 معلقة صغيرة ملح، 2 جزر مكعبات، 1 كرفس مكعبات، 1/4 كوب بقدونس مفروم، 2 ورق لورو، 3 عود روزماري، فلفل اسود وجبنة رومي للتقديم. اوكي هنبتدي، احط شوية زيت زيتون في كل حلة. اجيب الرقبة نحمرهم مع بعض. متهيألي هحتاج طاسة عشان احمر الرقبة كويس الاول، او اشوف كده. الرقبة والرقبة هاخدها احطها في الحلة اللي هي هتطبخ فيها بعد كده. وهنا برضو هحط البصل. للرقبة هحط الثوم، الزحيح، الجزر، الكرفس والصلصة. علشان عايزة الصلصة تتخلص من الحموضة بتاعتها، لما بنسيبها على النار 2-3 كده ما بتبقاش الحموضة بتاعتها جامدة زي لو ما حمرناهاش. ورق اللورو والأعشاب أقلبهم تقليبة، وأجيب الرقبة أحط عليها كل ده. وأحط عليها المرقة. والرقبة برضو مش مستحملة خالص. حط عليها الجبنة وهندخلها الفرن يا دوب بس الجبنة تسيح. وهنصفي الصوص أو الحقيقة مش هصفي الصوص لأن شكله حلو والخضار اللي فيه هيبقى حلو، فمش هصفيه. نشيل بس ورق اللورو اللي فيه، وأول الجبنة ما تسيح نقدم نقدم الرقبة، وأبتدي أحط الصوص على الرز.
وممكن اخد دلوقتي الرقبه نحطها فوق الرز والصوص.